الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن مستمرة، والحوثيون يعاودون نشاطهم العسكري في تثبيت لمعادلة دعم غزة. اعتراض جديد، والهدف هذه المرة سفينة تجارية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات لاسلكية من قبل جهة قالت إنها البحرية اليمنية، لتأمر السفينة وطاقمها بتغيير مسارها جنوب غربي مدينة عدن. دون توقف تتواصل الاستهدافات الحوثية، ليطل المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع ويعلن تنفيذ الجماعة عملية عسكرية ضد مدمرات أمريكية في البحر الأحمر، مؤكدا الاستمرار في توسيع العمليات ضد ما وصفه بالأهداف المعادية لإسناد الشعب الفلسطيني. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. في الجهة المقابلة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاطها صاروخا باليستيا مضادا للسفن وثلاث طائرات مسيرة انطلقت باتجاه السفينة الأمريكية كارني. حيال هذه الاستهدافات والضربات المتبادلة ودون تمكن أي طرف من حسم المواجهة، يتمدد الركود في حركة الشحن بالبحر الأحمر ملقيا بظلاله على استمرار التوترات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.